من وسط الناس لأنه خرج من هنا، من حارة البرقوية في الجمالية. خارج من نفس بيوتنا، زي كل أخ وصديق حقيقي. من وسط الناس لأنه علمنا نموت عشان أرضها. من وسط الناس لأنه أب لكل أبناء الشهداء في مصر. من وسط الناس لأنه الحدود معاه في أمان. من وسط الناس لأنه ما بيسيبش حق أولادنا. من وسط الناس لأنه اهتم بصحتنا وصحة أولادنا. هو من وسط الناس عشان ربط البلد كلها ببعض. من وسط الناس إن حول مصر لمساحة كبيرة وخضرة تزرع وتصدر. من وسط الناس عشان حاطط التنمية أولوية. من وسط الناس لأنه بيهتم بتعليمنا كلنا. من وسط الناس لأننا معاه وبيه، قدراتنا الخاصة ملهاش حدود. الله! من وسط الناس لأنه حاطط الأمل فينا وشغال على بكرة. لأنه ولدنا عبد الفتاح السيسي.